بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص مادة التاريخ على منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم المصري. النهاردة هنستكمل درسنا، درس الحياة الاجتماعية. أخذنا في الحصة السابقة جزء منه، هنعمل عليه كده ريفيو سريع وهنستكمله النهاردة إن شاء الله. طبعا اتعرفنا على الأهداف في الحصة السابقة وسلطنا عليها الضوء، وعرفنا إن الأهداف مهمة جدا لمعرفة النقاط المهمة أو الحاجات اللي المفروض أعرفها في نهاية الدرس. وطبعا الخط الزمني متعودين عليه إن احنا نذاكر عليه ونرتب عليه أفكارنا ونحط عليه المعلومات الجديدة باستمرار. أخدنا نعمل ريفيو سريع زي ما قلت لكم، ريفيو سريع على الجزء اللي أخدناه في الحياة الاجتماعية عشان نستكمل حصتنا النهاردة. عرفنا الحياة في مصر أو الحياة في يعني بشكل عام، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بطبعه إنسان اجتماعي يتعايش مع الآخرين وليحيا حياة طبيعية إنسانية سليمة. أما بالنسبة لمصر عصر قبل الوحدة وقبل الأسرات، المصري القديم مر بعصور منها العصر الحجري القديم وكان له طبيعة معينة في المعيشة، الصيد، صيد الحيوانات والالتقاط، وكان بيعيش في مجموعات بشرية قليلة لم تستقر في مكان واحد. وعرفنا إن هذا العصر لا ينطبق مع نظرية وولد ديراند. ليه لا ينطبق مع وولد ديراند؟ لأنه لم يعرف فيها الاستقرار، لأنه كان دائم التنقل والترحال. تمام؟ وولد ديراند بيقول إن الإنسان لازم يعيش في حالة أمان واستقرار عشان ينشأ عنده إبداع وابتكار وإنشاء للحاجات اللي يقدر يعملها. لما انتهى عصر المطير ونزل الإنسان إلى الوادي، بسبب العصر المطير انتهى وبدأنا بعصر الجفاف، نزل إلى الوادي وقد كان العصر الحجري الحديث، فبدأ يزرع ويتعرف على الزراعة ويستقر وتحدث الروابط الأسرية، تكوين الأسرة. ومع تكوين الأسرة بدأت أسر مع أسر مع أسر تتكون القرية والمدن والأقاليم اللي بدأت تتحد. وعرفنا في الحصة السابقة كان عندي وحدة أولى تحت سيطرة حكام الدلتا، ثم الوحدة المركزية التاريخية الثانية على إيد الملك نعمار. وبدأت من خلال هذه الوحدة المركزية كان في عندي حقوق وواجبات، ويمكن استعرضنا منها كتير جدا لما درست الحياة السياسية والإدارية وعرفنا مهام فرعون ومهام الوزير والحكام الأقاليم والإدارات والحاجات دي كلها. طب ايه اللي ساعد على الوحدة؟ نهر النيل اللي ساعد على التكامل والترابط، والكلام ده برضو اتكلمنا عنه في الحصة السابقة، في القيم اللي علمها النيل للمصريين. ودرسنا طبقات المجتمع المصري وعرفنا ان على قمة الهرم الطبقي في المجتمع المصري او قمة الهرم الاجتماعي المصري كان الفرعون واسرته، وعلى الطبقة الثانية الوزراء وكبار الكهنة والكتبة وحكام الأقاليم. الطبقة الثالثة كان صغار الموظفين والتجار وأصحاب الحرف المتميزين وعمال الزراعة والحرفيون والرعاة والخدم. وعرفنا إن كل طبقة لها طبيعة معينة، يعني الفرعون وأسرته كده بيشكلوا الجانب السياسي، الوزراء وكبار الكهنة، كبار الكهنة بيشكل الجانب الديني، الوزير طبعا ينتمي إلى الحكم السياسي اللي هو النظام السياسي، والكتبة وحكام الأقاليم كده جانب إداري. عند صغار الموظفين ده كده برضو جانب إداري، والتجار وأصحاب الحرف دول جانب اقتصادي. تمام؟ أما في نهاية الهرم أو في آخر الهرم، عمال الزراعة والحرفيون والرعاة والخدم كده جانب إيه؟ جزء اقتصادي وجزء اجتماعي. وعرفنا إن المجتمع المصري القديم عرف التقسيم الطبقي وليس التمييز الطبقي. عرفنا ايه الفرق بين التقسيم الطبقي والتمييز الطبقي؟ عرفنا ان التقسيم هو تقسيم فئات المجتمع حسب الوظائف او المكانة الاجتماعية، ولكل فئة حقوقها وواجباتها زي الهرم المجتمع المصري كده. اما التمييز انا بميز فئة معينة من المجتمع بمزايا واحرم منها باقي فئات المجتمع. فالمجتمع المصري عرف التقسيم، كل واحد ليه حقوق وكل واحد ليه واجبات. أما التمييز لم يعرفه المجتمع المصري، لم يكن هناك فئة معينة في المجتمع ويحرم منها الباقي، بل بالعكس كان عندنا في الهرم الاجتماعي إن كان أنت ممكن تكون تحسن من وضعك الاجتماعي وتنتقل من طبقة
إلى طبقة أخرى، وذلك من خلال العلم والتعليم، كانت تفتح الأبواب للشاب المصري إنه يشتغل في الدواوين والإدارات ويرتقي إلى مناصب عالية. كمان استعرضنا القوانين والعدالة الاجتماعية في مصر القديمة، قوانين وعدالة اجتماعية. شوفوا يا شباب، أنا بتكلم على حاجة من آلاف السنين في مصر. مصر عرفت القانون وعرفت تحقيق العدالة الاجتماعية، وأخذنا مثالين في الدولة الوسطى، إن حكام الدولة الوسطى سعوا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وعلى قيمة الفرد، وذلك عقب الثورة الاجتماعية الأولى اللي حصلت في نهاية الأسرة السادسة اللي كان فيها فوضى وعرفنا إيه أسباب. فبدأ حكام الدولة الوسطى يعلو يحققوا العدالة الاجتماعية ويعلو من قيمة الفرد وكرمته. والمثال الثاني كان في الدولة الحديثة، كان برضو حكامها اهتموا بإصدار قوانين لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن أشهر هذه القوانين قوانين حور محب لتحقيق الاستقرار ومواجهة ما وقع على الفلاح من ظلم وما تفشى بين الموظفين من فساد. عرفنا كمان إن القوانين في المجتمع المصري كان هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية، إلا إن المجتمع المصري زيه زي أي مجتمع في أي عصر في أي زمان كان بيعاني من أصحاب المراكز والنفوذ من موظفي الدولة. لما أجي أقول عن أصحاب المراكز والنفوذ من موظفي الدولة في مصر القديمة، يعني بتكلم عن مثلا حكام الأقاليم، مثلا بتكلم عن الأغنياء، بتكلم عن الأمراء طامعين في الحكم، تمام؟ ولذلك كان من مهم جدا جنب القوانين في مصر القديمة يبقى عندي نصائح. نصائح مين اللي بيقولها؟ هذه النصائح اللي بيقولها حكماء المجتمع، علشان ايه؟ عشان يواجهوا الفساد والرشوة والمحسوبية اللي بتحصل من مين؟ اللي بتحصل من أصحاب المراكز والنفوذ من موظفي ايه؟ الدولة. وعشان كده يا أولاد، الشعب المصري كان بيهتم أو تحقيق العدالة الاجتماعية، وأكبر دليل على كده إنه عملوا أحد معبوداتهم إلهة أو معبودة المعبودة ماعد، اللي هي تحقق العدالة أو تعتبر شعار العدالة، وهي على شكل امرأة وعلى رأسها ريشة، وهي بتعني العدل والصدق، ودي شعار المحاكم المصرية، يعني لسه بتدل على أصالة وعراقة المصري القديم عبر العصور، إن هو لا ينسى تاريخه وإن تاريخه دايما موجود في حاضره، تمام؟ والعدالة الاجتماعية ما كانتش مسؤولية السلطة الحاكمة فقط، وإنما المجتمع ذات نفسه، أبناء المجتمع المواطنين العاديين ساعدوا في تحقيق هذه العدالة الاجتماعية، وده اللي احنا بنسميه في عصرنا الحالي اسم المجتمع المدني في مواجهة مشكلات المجتمع. تمام يا شباب، عرفنا من مظاهر الحياة الاجتماعية في مصر القديمة الأسرة، والمصر القديم قدس الزواج واعتبره رباط مقدس، لأن الأسرة بتشعر الإنسان بالراحة والاستقرار والهدوء، وكان الزواج في مصر القديمة ليه مهام ومسؤوليات قد نراها في عصرنا الحالي، وده إن دل على شيء يدل على التواصل في الحضارة المصرية القديمة، ودي من خصائص الحضارة المصرية القديمة، التواصل والاستمرارية، الحاجات اللي كانت معروفة أو كانت تقام في هذه العصور من آلاف السنين لسه موجودة آثارها دلوقتي. إيه من ضمن هذه الآثار؟ اقتسام عائلة العروسين تكاليف الزواج، إقامة الاحتفالات والولائم، وتقديم الهدايا للعروسين والأقارب والأصدقاء، ودي من المراسم المتعارف عليها في عصرنا الحالي. تربية الأبناء زي ما احنا شايفين ودرسناها في الحصة السابقة، كل دي عبارة عن تماثيل وجدارية، ودي جدارية بتشكل شكل الأسرة المصرية القديمة. احنا عارفين ان مصر القديم كان بيحب قوي ان هو يكتب كل حاجة تخص حياته، كل مهام حياته كان يكتبها ويدونها. فالمصر القديم بنلاقي دايما تماثيل، في تماثيل كده بتوضح شكل الأسرة، شكل التمثالين دول وتحتهم كده طفلينهم، وبرضه في تمثالين تانيين وجنبهم بنتهم، وفي أسرة كاملة كده، وده الابن والابنة، ودي جدارية فيها الأبناء بيلعب. وده بيدل على إيه يا شباب؟ بيدل على مدى اعتزاز المصري القديم بأولاده، وكان الأولاد بيشاركوا آبائهم في الأنشطة المختلفة، وأكتر نشاط كان بيشارك فيه الأبناء آبائهم هو نشاط الزراعة. ولذلك ده فيه عليه سؤال مهم، إن من الأنشطة اللي قام بها المصري القديم زادت الروابط الأسرية، عرفنا في الحصة السابقة إن هي الزراعة.
وعرفنا كمان تربية الأبناء كانت تعتبر اختلفت طريقة تربية الأبناء باختلاف الطبقة. احنا كان عندنا الأسرة الفقيرة والغنية وعالية القامة. الأسرة الفقيرة كانت بتربي أبنائها إن كانت تعتمد التربية على الأم، ويتعلم الصبية أو الصبية الصغير الأولاد البنين يعني الحرفة من آبائهم أو من خلال حرفي خبير، والبنات كانت بتتعلم في البيت وبتتعلم في شغل البيت على إيد الأمهات. أما الأسرة الغنية كانت بتستعين أو تستأجر المرضعات وبيبعتوا ولادهم إلى المدارس التابعة للدولة. طيب أما علية القوم كانوا بيبعتوا أبنائهم إلى القصر الملكي عشان يتربوا مع أبناء فرعون، أما البنات برضو حتى في علية القوم كانوا يتعلموا بالمنزل. يعني الأسرة الفقيرة البنات كانت بتتدرب وتتعلم وتتلقين التعليم على إيد الأمهات وكذلك الطبقة العليا. تمام، تعالى بقى النهاردة نكمل حصتنا الجديد فيها إن إحنا هناخد المرأة. المرأة في مصر القديمة طبعا ده دليل تحضر المصري القديم منذ آلاف آلاف السنين، إن عرف قدر المرأة وارتفعت مكانتها، ومش بس ارتفعت مكانتها لا دي كمان تمتعت بكثير من الحقوق ومارست المهن المختلفة وعملت بالسياسة. لو انتوا شفتوا معايا كده الصور اللي امامكم في ثلاث صور، لو تشوفوا كده صورة ملكة حاكمة قاعدة كده وبيتقدم لها الأشياء دي كده معناها اشتغلت في السياسة، زي حتشبسوت كانت حاكمة على حاكمة من حكام من ملوك مصر. تمام، عندنا كمان الصورة دي برضو واحدة وشايلة طيور في ايدها وشايلة زهرة اللوتس، دي شكلها كده رايح السوق بتمارس التجارة. تمام يا شباب، وهنا برضو صورة كده بتوضح جداريات لأعمال للمرأة المصرية. طيب يبقى كده أنا عندي المرأة في مصر القديمة يعني عرفت حقوقها وعرفت واجباتها ومارست العديد والعديد من المهن، ومش بس كده اعتلت الحكم وعملت بالسياسة. وكانت بعض النساء يعرفن القراءة والكتابة. احنا هنا بنقول ايه يا شباب؟ بعض النساء، بعض النسوة، بعض ايه؟ النسوة يعرفن القراءة والكتابة، لأن القراءة والكتابة احنا كنا قلنا كان بيتعلمها الشاب أو الفتى المصري عشان يغير من مستواه الاجتماعي وينتقل من طبقة إلى طبقة إلى طبقة. أما البنات زي ما احنا شفنا الفتيات كانوا بيتعلموا سواء طبقة فقيرة أو عليا كانوا بيبقى مكانهم في البيت وبيتعلموا شؤون البيت، لكن هناك بعض الأسر أو بعض النسوة تعلمت الفتيات فيها القراءة والكتاب. أشهرهم مثلا لميرت آتون بنت إخناتون اللي كانت تعمل كاتبة، كانت بتعمل كاتبة، كانت لها مؤلفات وكانت بتكتب يعني في الشؤون يعني في الشؤون الاجتماعية الموجودة في ذلك العصر. وأصبح البعض منهم طبيبات كما مارست أخريات الموسيقى والغناء. بل أنا عندي مثال من أمثلة الكاتبات، يعني كاتبة قد تكون تعرف القراءة والكتابة، تمارس الكتابة في الدواوين، تكتب يعني تكتب يعني في يعني في أريحية في نوع الكتابة اللي كانت بتكتبها ميرت آتون، أو تعمل في ككاتبة. طبعا هي بنت إخناتون يعني بنت يعني بنت أمنحتب الرابع. تمام يا شباب، ودي يعني تعتبر على سلطة الحكم. وكان برضو يا ريت نبحث على النت على طبيبات مصريات ونتعرف عليهم، طبيبات مصريات في العصر الفرعوني. تمام، ونتعرف عليهم وكان ايه دورهم في ذلك الفترة. طبعا في موسيقى وغناء، ومارست الكثير من النساء في مصر القديمة الموسيقى والغناء. وتعددت الأدوار عند المصرية القديمة كتير قوي. يعني احنا لو نشوف صورة هنا أم ترعى أبنائها، دي جانب اجتماعي، الملكة حتشبسوت جانب سياسي، المعبودة إيزيس ده كده جانب ديني، سيدة تعمل في الحقل كده جانب اقتصادي. يعني أقدر أشوف من الثلاث صور دول إن تعددت أدوار المرأة المصرية، منها الأم والدور السياسي والعسكري والدور الديني والدور الاقتصادي. هنا دور المرأة المصرية كأم إن هي كانت تتولى مسؤولية كل ما يتعلق بشؤون المنزل وتربية الصغار.
لدرجة إن المصرية القديمة اعتبرت إن البيت مملكتها الخاصة. شايفين قد إيه كلمة يعني كلمة كريمة جدا. يقول لك اعتبرت المرأة المصرية القديمة إن البيت أو المنزل بمثابة مملكة المرأة تقوم فيها بكل شؤون المنزل وتربية الصغار. أما الدور السياسي والعسكري، يعني سياسي وعسكري، يعني تولت الحكم زي حتشبسوت زي ما قلنا. وكان لبعضهن برضو، يعني بعض النساء، كان دور في بعث وبث الروح الوطنية والمقاومة لتحرير أرض مصر. تحرير أرض مصر، يا مصر كانت محتلة. أيوة، أمتى؟ في زمن الهكسوس. الهكسوس دول أمتى؟ دول اللي هي اللي احنا لو رجعنا للخط الزمني بتاعنا في عصر الانتقال الثاني من أسرة 13 للأسرة ال17، اللي هو بعد نهاية يعني في نهاية حكم الدولة الوسطى. حصل برضو ضعف للحكام، وحصل فوضى وتنازع عن الحكم والحاجات دي كلها، فاستغل الأعداء بدخول أرض مصر اللي هم كانوا إيه، قبائل رعوية جاية من آسيا، اللي هم إيه اللي احنا أطلقنا عليهم اسم الهكسوس. وكانت من أشهر الملكات اللي بتدعم تحرير أرض الوطن وتقاوم وتبث الروح الوطنية، وتقف جنب زوجها وتقف جنب ابنها لحد ما يتحرر أرض الوطن، اللي هي تيتي شيري، جدة أحمس وزوجة مين؟ وزوجة سقن الرع. وكذلك أمه إياح حطب، كمان كانت بتبث الروح الوطنية في نفس ابنها كاموس، ثم ابنها ايه احمس، اللي قاموا بتحرير ارض الوطن من الهكسوس. كذلك الدور الديني يعني ايه؟ ان انا بلاقي ان مصر القديم يعني كرم المرأة وشاف ان هي حاجة يعني في مكانة عالية جدا، لدرجة ان هو حطها في عالم المعبودات. يعني كمان من عالم المعبودات خلاها بشكل امرأة زي المعبودة إيزيس. وقبل كده احنا قلنا في حلقتنا النهاردة في الريفيو في المراجعة في بداية الحصة وفي الحصة السابقة، ان كان عندي إلهة الحق والعدل والصدق الإلهة ماعت، صورة امرأة وعلى رأسها ريشة تمثل الحق والعدل والصدق. كذلك عندي مثال تاني لمعبودة امرأة او معبودة على شكل امرأة، اللي هي المعبودة إيزيس. كمان من الدور السياسي كان بعضهم عن بعض النساء كانت تعمل ككاهنة في المعابد. يعني الدور الديني لم يقتصر على الرجال فقط في مصر القديمة، وإنما النساء أيضا اشتغلوا في يعني أمارسوا الطقوس الدينية ككاهنة في المعابد المصرية القديمة. أما الدور الاقتصادي زي ما شفنا في الصورة في الشريحة السابقة، إن المرأة المصرية لو نزلت أو خرجت إلى الأسواق ومارست عمليات البيع والشراء، واشتغلت كمان مش بيع وشراء بس يعني كده تجارة، كمان اشتغلت في الصناعة زي صناعة الأغذية وصناعة المنسوجات. كمان كان ليها الحق في حق التملك والتصرف في الممتلكات بالبيع أو بالمنح. يعني لا يعني يعني بتروح السوق تمارس عملية البيع والشراء، وكمان اشتغلت في الصناعة، وكمان كان ليها حق التملك والتصرف في الممتلكات. كانت ممكن تبيع ممتلكاتها أو تمنحها للغير أو تعمل في الحقل زي ما موجودة في الصور. فمارست المرأة المصرية جميع الأدوار الاقتصادية، تجارة وزراعة وصناعة، الدور الاقتصادي بالكامل. كان ليها دور ديني، دور سياسي وعسكري، دور كأم. أنا بتكلم على المرأة فين؟ في منذ آلاف السنين، بس فين يا ترى؟ في أرض مصر الحبيبة. شوف دايما بقول لكم كل حصة، لك الحق يا مصري أن تفتخر إنك مصري. ده المرأة ومكانة المرأة في مصر القديمة. خد كده سؤال: ارتفعت مكانة المرأة في مصر الفرعونية وتمتعت بالعديد من الحقوق ومارست المهن المختلفة. في ضوء هذه العبارة، كان الدور الأبرز للمرأة في عصر الدولة الحديثة كان إيه؟ الجانب السياسي. الله، ليه الجانب السياسي؟ ليه اخترت الجانب السياسي؟ مش انت كنت لسه بتقولي في جانب ديني واجتماعي، ديني ككاهنة أو كمعبودة، اجتماعي كأم، اقتصادي إنها مارست كل المهن الاقتصادية، ليه السياسي بالتحديد؟
لأن نقرأ كده بهدوء السؤال، يقول لي في عصر الدولة الحديثة. عصر الدولة الحديثة عندك حتشبسوت اعتلت الحكم، تمام. عندي كمان مين اللي أسس الدولة الحديثة أساسا، اللي هي أمراء طيبة، وإحنا لسه قلنا الدور السياسي بس روح الوطنية من النساء تيتي شري ويا حطب، تمام. يبقى نركز كده في جذر السؤال عشان أعرف أختار صح، تمام. تعالى بقى ننتقل إلى عنصر تاني من عناصر الحياة الاجتماعية لمصر القديم، هو المسكن والأثاث. المسكن والأساس، الأساس اللي هو يعني ما يفرش داخل المسكن. كان المسكن في مصر القديمة يبنى في مناطق مرتفعة، مناطق مرتفعة بعيدة عن الفيضان، عشان الفيضان لما يجي ما يغرقهاش، ما ياخدهاش في طريقه، لكن تبنى بعيدة عن الفيضان بحيث إن هي لا يصيبها أي خطر من أخطار الفيضان. كانت بتصنع من الطوب اللبن. ايه الطوب اللبن ده؟ يعني ايه مصنوع من ايه؟ قال لي طوب اللبن ده مصنوع من طمي النيل، بس تم خلطه بالقش والرماد. تم خلطه بالقش والرماد عشان يبقى جامد شويه. طمي النيل لوحده طري، يعني ما ينفعش يتماسك، فكانوا بيخلطوه بالقش والرماد عشان يمسك كده ويبقى جامد، يقدروا يصنعوا بيه جدران، اللي هي جدران المساكن. طيب ده ايه؟ ده المسكن. دي كده ايه؟ يعني المواد اللي صنعت في المساكن. طب ايه كمان المواد اللي صنعت في المساكن؟ قال الحجر. الحجر استخدموه ايه في المساكن؟ عشان يعملوا بيه ابواب المنازل، ويعملوا بيه اعمدتها، اعمده المنزل ذات نفسه عشان يبقى جامد شويه، وفراش الارض، يعني الارض ذات نفسه، الارض، ارض المسكن، ارض المسكن كانوا بيحطوا ايه؟ اللي هي ايه، زي الحجر كده، يفرشوا بالحجر كده علشان تبقى ارض صلبه، تمام. لكن في مصر القديمه طب اختلفت المساكن باختلاف طبقات المجتمع. طبقات المجتمع، ايوه، مش انت لسه بتقولي دلوقتي الهرم الطبقي في مصر القديمه، وعرفنا على قمه الهرم مين ثم مين ثم طبقات المصري. مصر كان فيها طبقات، الفرعون واسرته، الوزير والحكام الأقاليم، العمال الماهرة، ثم الطبقة الرعاة والخدم وصغار الحرفيين. يبقى بالتالي المسكن يختلف من طبقة إلى طبقة، تمام كده. طب تعالى نشوف، أنا عندي مسكن العامة، مسكن العامة المواطن العادي يعني، كانت تبنى من الطوب اللبن اللي احنا شرحناه بالتفصيل دلوقتي. كانت زي ما انتم شايفين كده ايه في الشريحه قبالكم دي، اللي في الصوره الاقصى اليمين دي، كانت تبنى من طوب اللبن، وبالتالي تميزت بالبساطه، وتكونت من طابق واحد وحجره واحده تتصل ببناء، بناء يعني زي الصاله كده، وكان اساسها بسيط. انا بتكلم على مساكن العامه. مساكن الطبقه الوسطى، مساكن الطبقه الوسطى بيقول كان احسن حالا واكثر اتساعا، وقد تتكون من طابقين. يبقى مساكن العامة الناس العادية طابق واحد، الطبقة الوسطى كانوا طابقين، وكانت أحسن حالا من طبقة العامة أو من مساكن العامة. طيب أما مساكن الأغنياء، دي كانت كبيرة ومتعددة الحجرات. أنت هنا بتقول حجرة، وقد تكون حجرتين، لكن مساكن الأغنياء كانت متعددة الحجرات، هنا متصلة بفناء في المساكن العامة ومساكن الطبقة الوسطى. في مساكن الأغنياء بيقول لي فيها صالة واسعة. ليه؟ صالة واسعة لاستقبال الضيوف. ما هو أغنياء، هيبقى عندهم ضيوف. وكان في هذه المساكن كمان يوجد بها مخازن للغلال. مخازن للغلال عشان إيه؟ يخزنوا فيها من المحاصيل اللي تعوزهم خلال السنة. واسطبلات للحيوانات. ما هو أغنياء بقى. وكانت تحيط بالمسكن حديقة تزرع فيها الأشجار، تمام؟ تعال نشوف بقى القصر الفرعوني. تميز بالفخامة، طبعا ده قصر فرعون حاكم مصر، وتميز بالاتساع، وزينته الزخارف والنقوش الجميلة، وكذلك كان فيه مقاعد متعددة الأشكال والوسائل. شايفين يا شباب؟ يبقى ده مسكن المصري القديم. اختلفت وتعددت وتنوعت المساكن حسب الطبقة.
ما بين المساكن العامة والوسطى والأغنياء والقصر الفرعون. طب ناخد سؤال كده، يقول لي انت بتقولي تعددت وتنوعت مساكن العامة حسب طبقات المجتمع، السؤال هنا بيقول لي تشابهت. الله خبر. طب تعالى نكمل كده السؤال. تشابهت مساكن العامة مع مساكن الأغنياء بمصر الفرعونية في إيه؟ هل في الاعتماد على الرواسب النيلية، ولا اتساع المساكن، ولا تعدد الطوابق وفخامة الأساس، ولا وجود حديقة للمسكن؟ اتساع المسكن ما أعتقدش مع المساكن العامة مع مساكن الأغنياء. تعدد الطوابق لا طبعا، مساكن العامة طابق واحد، الأغنياء تعدد طوابق. وجود حديقة لا 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 ما فيش. أمال إيه الإجابة؟ برافو عليك، الاعتماد على الرواسب النيلية اللي أنا قلت لكم طمي النيل مخلوط بالرماد والقش. تمام، يبقى تشابهت مساكن العامة مع مساكن الأغنياء في المادة، يعني في المواد اللي صنعت بيها المساكن، اللي هي إيه؟ رواسب النيلية اللي هي الطين أو الطمي مخلوط بالرماد والقش. وصلنا للملابس وأدوات الزينة، زي ما أنتم شايفين كده أمامكم الصور بأشكال مختلفة للملابس عند المصر القديم ما بين المرأة والرجل. كانت ملابس المصر القديم زي ما انتم شايفين امامكم في الصور كانت تتمتع بالبساطه، بسيطه جدا ما فيهاش اي تفاصيل، واختلفت باختلاف طبقات المجتمع. يعني احنا قلنا الكلمه دي كتير قوي، يبقى ايه؟ انا عندي حاجات مختلفه مع طبقات المجتمع، المساكن ماشي وتربيه الابناء خلاص، وعندي كمان اختلاف هنا في الملابس. ومع ذلك هتلاقي الطبقات الشعبية اللي احنا بنقول عليهم العامة كانت بتقلد زي الطبقات الأعلى. يعني هتلاقي لو في موضة طلعت مثلا الأغنياء بيلبسوها، هنلاقي العامة يعملوا زيها، ولكن باختلاف طبعا طبيعة الملبس أو المادة الخام بتاعة الملبس. طيب هي كان في أنواع معينة من الملابس أو اللي هو القماش، يعني كان ليه نوع معين؟ قال لي أيوه، المصري القديم صنع ملابسه من الكتان، زي ما انتم شايفين في الصور كده، ده مثلا شكل فستان، ودي شكل تمثال كده والمرأة لابسة الفستان بتاعتها، تمام، وده شكل المرأة وجنبها زوجها، شوفوا لابسين اللي هو ايه، ابيض، ده الكتان يا ولاد، الكتان. المصري القديم عموما كان بيلبس من الكتان، فقير وغني ايوه، لكن اختلاف نوع الكتان. ملابس الملوك الأغنياء كانت تصنع من الكتان الرقيق الناعم، يبقى الكتان عند كان الملبس بتاع المصري القديم سواء غني أو فقير، لكن اختلاف الخامة ذات نفسها. بتاع الأغنياء كان كتان رقيق وناعم، خفيف كده وناعم، أما بتاع اللي هو الطبقة العادية أو عامة الشعب كان الكتان بتاعها بيبقى تقيل شوية أو خشن. كمان كانوا بيتصنع من ملابسهم من الحرير، بس الحرير اللي هو المستورد من فينيقيا، يعني كان صناعة الملابس ما هياش خالصة مخلصة كده من الموارد الموجودة في مصر فقط، وإنما اعتمدت كمان على موارد بره مصر. إزاي؟ الكتان كان موجود في مصر وكان يصنع منه الملابس، أما الحرير ما كانش موجود فكانوا بيستوردوا من فينيقيا، وكانت تطرز بالذهب والفضة والأحجار الكريمة. طب من غير ما أقول كده، كان مين بقى اللي بيلبس الحرير اللي بيستورد من فينيقيا وكان يطرز؟ زي ما انتوا شايفين مثلا الفستان اللي معاكم ده، اللي قدامكم ده، أخد شكل معين كده ومطرز بالذهب والفضة والأحجار الكريمة، أكيد دول طبقة الأغنياء، دول أكيد طبقة الأغنياء، تمام؟ اللي بتلبس حرير ويكون مستورد ومطرز بالذهب والفضة والأحجار الكريم. أما الأدوات والزينة زي ما أنتم شايفين في أمامكم على الشريحة السلايدز، أو لو رحتوا في المتاحف والمتحف المصري والمتاحف ومتحف الحضارة هتلاقوا هنا أدوات الزينة عند المصري القديم سواء امرأة أو رجل، والحلي بتاعهم. طبعا احنا شايفين دي نماذج فقط يا أولاد، الصور اللي أمامكم دي نماذج من أشكال الحلي عند المصري القديم.
بنلاحظ إن مصر القديم كان بيهتم بالنظافة، كان بيهتم بنظافة جسده جدا وملابسه، كان يحب النظافة في جسده وملابسه، وكمان أحب الزينة سواء رجل أو النساء، ولبس الخواتم والعقود والأساور. وطبعا المرأة زي ما شايفين كده إن هي ماسكة المرآة، ويعني زي ما يعني زي ما بتعمل ميك اب كده، بتعمل مكياج. اعتنت المرأة بمظهرها وجمالها. حقيقي الحضارة المصرية القديمة دي يا أولاد حضارة عظيمة. أتمنى إنكم ما تكتفوش بس بالكتاب، ابحثوا واقروا في الحضارة المصرية القديمة، بجد هتستمتعوا جدا وتفتخر بحضارتك. وصلنا للألعاب الترفيهية والاحتفالات. زي ما انتم شايفين الصور اللي أمامكم كده، في صور كتير فيها احتفال، فيها زراعة وفيها كده رسومات. تعال نتعرف عليها بالتفصيل دي. المصري القديم أقبل على الحياة، محدش يقول لي إن المصري القديم كان بيهتم قوي بالعالم الآخر وبالدفن والمقابر والحاجات دي معناها، ويبني بيته من الطمي من الطين والمعابد من الأحجار، يبقى كده مركز في العالم الآخر، مش بيحب الحياة. نقول له لا، كلامك مش مظبوط، المصري القديم أقبل على الحياة. طب إيه دليل على كلامك؟ آه، إنه نجح في إنه يوازن بين العمل الجاد اللي أنتوا شاهدين عليه عالم لحد الآن من حضارة تبهر العالم منذ نشأتها إلى قيام الساعة، كان بيوازن بين العمل الجاد واللهو والمرح، وحرص كل الحرص على إنه يستمتع بمباهج الحياة، لكن استمتع بمباهج الحياة لكن دون إسراف. من خلال إيه يا أولاد؟ من خلال وسائل ترفيه متعددة. تعال نشوف وسائل الترفيه هي إيه. زي ما أنتوا شايفين كده قصادكم زي رياضة الصيد، وإحنا كنا درسنا الصيد بالتفصيل في درس في الدروس السابقة عن صيد البر وصيد البحر والصيد النهري. عند رياضة الصيد كان المصري القديم يخرج للصيد مصطحب مين؟ أسرته ومعه أدواته. حلو أوي. كان لما يرجع من الصيد كان بيبقى حريص على إن يحضر معاه زهرة اللوتس. ليه؟ عشان يزين بيها منزله. يزين بها إيه؟ منزل. ده المصري القديم، المواطن العادي كده اللي زينا. طيب الملوك والأمراء، الملوك والأمراء كانوا بيخرجوا للصيد يصطحبوا معاهم الخدم. تمام يا شباب؟ تعالى نشوف كده حكمة من حكم المصري القديم. إن بيقول إيه المصري القديم؟ إن من يعمل بالنهار كله لا ينعم بلحظة، إن من يعمل بالنهار كله لا ينعم بلحظة ممتعة، كذلك الذي يقضي يومه كله في اللهو واللعب فإنه لا يجد قوت يومه. بيقول يعني اللي بيشتغل طول النهار مش هيستمتع بحياته لحظة واحدة، واللي يقضي يومه كله في اللهو واللعب مش هيلاقي اللي ياكل. الحكمة دي ممكن نحط لها عنوان ايه؟ وايه رأيك فيها؟ وازاي نقدر نحقق التوازن بين وقت اللعب ووقت العمل؟ ناخد كده سؤال، انا هاخد الحكمة اللي انا قلتها دلوقتي وهديك سؤال. اقول لك الحكمة المقابلة تدعو الى ايه؟ ان من يعمل بالنهار كله لا ينعم بلحظة ممتعة، كذلك الذي يقضي يومه كله في اللهو واللعب فانه لا يجد قوت يومه. هل هذه الحكمة تدعو إلى العمل ولا التسامح ولا المساواة والتوازن ولا التوازن؟ آه، يا ترى بتدعو إلى إيه؟ برافو عليك، إلى التوازن، التوازن في الحياة. يعني ما تشتغلش كتير عشان تلاقي لك لحظة ممتعة، ولا تقضي حياتك كلها في اللعب فمش هتلاقي اللي تاكل ولا تجد قوت يومك. فتدعو إلى الاعتدال والتوازن. تعال نشوف الألعاب الرياضية. الألعاب الرياضية زي ما انتم شايفين دي صور من المعابد المصرية القديمة على عدد كبير من الألعاب اللي عرفها المصري القديم زي المبارزة. كل الصور دي يا أولاد من المعابد المصرية القديمة، سجل المصري القديم كل أحداث حياته. عندي المبارزة، كرة اليد، الهوكي، الوثب العالي، رمي الرمح، عندي كمان الفروسية، في كمان جدارية أو صورة كده على جدار معابد المصارعة، هنا كمان عندي السباحة، رياضة التحطيب، الرماية، رفع الأثقال، التجديف. كل الرياضات دي إحنا بنسمع عنها دلوقتي ولسه موجودة لحد الآن، والأولمبيات بتقوم موجود فيها كل الألعاب دي. مصر القديم عارف الحاجات دي كلها،
منذ آلاف آلاف السنين، يعني حاجة تدعو إلى الفخر بجد حقيقي، حاجة جميلة جدا. المصري القديم لو أخدنا مثال كده هنلاقيه إن هو مارس العديد من الألعاب الرياضية زي الألعاب اللي قلت لها اللي وريتها لحضراتكم دلوقتي، المصارعة والتحطيب وحمل الأثقال والقفز والكرة والسباحة والتجديد. معظم هذه الألعاب ألعاب جماعية تعتمد على إيه يا أولاد؟ تعتمد على القوة وتخضع لقواعد خاصة. وعندي ألعاب أخرى تعتمد على الحظ والتفكير. إيه ألعاب الحظ والتفكير دي؟ قال لي آه، ألعاب الحظ والتفكير دي اللي بتشبه ما نسميه حاليا الشطرنج. كان عندي لعبة تانية مربعة شبه لعبة السيجة. لعبة السيجة دي بنلاقيها في الريف المصري. يبقى كان عندي ألعاب رياضية تعتمد على القوة ولها قواعد خاصة، وعندي ألعاب تعتمد على الحظ والتفكير زي الشطرنج وزي السيجة. إيه كمان من الألعاب الترفيهية والاحتفالات؟ عندي الغناء والموسيقى. المصري القديم حب جدا فنون الغناء كلها وحب الموسيقى، والموسيقى وصلت لمرحلة كبيرة جدا لدرجة إن إحنا بنقول عليها مرحلة ناضجة، يعني مش أي خبط كده بنقول عليه موسيقى، لا تعرفوا الألحان كمان. وكانوا وإيه دليل إيه دليلك إن هم عرفوا الألحان؟ إن هم قاموا بتطوير الآلات الموسيقية. يبقى كان عندي مش آلة واحدة، أكتر من آلة، يبقى عندي ألحان. وارتبطت الموسيقى هنا عندي بالشعر والغناء والترانيم. طب الشعر والغناء عارفينهم، ايه الترانيم دي؟ دي زي الغناء بس الغناء الديني او الترانيم الدينيه، الحاجات اللي بتتقال في الطقوس والشعائر الدينيه. من اهم الالات الموسيقيه عند المصري القديم انت بتقولي تطورت وتنوعت وكان عندي وعندي وعندي، زي ايه؟ زي المزمار، آلة المزمار، وآلة الناي، والدفوف، وكذلك الطبول، وكان عندي العود وآلة النفير اللي احنا بنسميه البوق. كانت الأغاني عندي في مصر القديمة إما فردية وإما جماعية. كانت من أهم هذه الأغاني عندي أغاني العمال، دول اللي بيغنوها أثناء العمل في الحكومة. وكان في أغاني كمان بينشدها أو بيغنيها رعاة الحيوانات. وكمان عندي أغاني دينية كانت تنشد في المعابد أو تنشد يعني تغنى أو تنشد في المعابد والجنازة. يعني شايفين يا شباب، شايفين الجمال بتاع المصري القديم؟ عارف الغناء، عارف الآلات الموسيقية، نوع منهم، مفيش طبقة كانت أخدة الهلال ده الحظ في الترفيه وطبقة، لا كله كان بيخرج، كله كان بيستمتع، كله كان بيشتغل. كان هناك تشابه كبير بين الآلات الموسيقية المصرية والآلات الموسيقية الإفريقية، يعني في تشابه كبير بين الآلات الموسيقية المصرية المعروفة قديما والآلات الموسيقية الأفريقية. طبعا ده دليل إيه يا أولاد؟ دليل التواصل الحضاري بين مصر وجيرانها في أفريقيا. هذا التشابه بين الآلات يدل على التواصل الحضاري بين مصر وجيرانها. الأعياد، تعددت الأعياد والاحتفالات عند المصريين القدماء، ومعظم هذه الأعياد ظهرت مع العقائد الجديدة، مع العقائد الدينية. وكانت فرصة في مع هذه الاحتفالات إن هو يظهروا بعض العروض الفنية. يعني إيه عروض فنية؟ زي التمثيل والترتيل والإنشاد والموسيقى والرقص والغناء. يعني الاحتفالات والأعياد كانت فرصة اللي هي كان المصري القديم يعمل عروض فنية يستمتع بالعيد اللي عنده والعيد اللي هو موجود فيه. ومعظم هذه الأعياد ظهرت مع العقائد الدينية. أهم الأعياد الدينية عندي كانت تقام في مختلف الأقاليم المصرية وتقام في المعابد، احتفال بالآلهة مثل عيد أوزوريس وعيد رع وعيد آمون، دي أعياد الآلهة المصرية، ده مثال للأعياد المصرية. عندنا أعياد أخرى كتير تمام، وعندي أعياد قومية زي عيد الفيضان وعيد البذر وعيد الحصاد، إحنا نقدر نقول عليه أعياد قومية خاصة بالنشاط الاقتصادي. عندي أعياد خاصة بالفرعون زي عيد ميلاده وعيد جلوسه على العرش. وعندي احتفالات الجيش كانت تقام حيث تقام مواكب النصر والاحتفالات بعودة الجيش منتصر من حملاته خارج البلاد. حتى الأعياد في مصر القديمة تعددت وتنوعت وحسب العيد أو حسب الحاجة اللي هم عايزين يحتفلوا بيها. تعالى كده ناخد سؤال، أي من الأعياد الآتية بمصر الفرعونية
كان يعد علامة مميزة لعصر الدولة الحديثة عن العصور السابقة. ما دام أقول الدولة الحديثة، يبقى أنا عايزة أركز على إيه يا أولاد؟ على الجيش. يبقى أنا عندي الأعياد الدينية في الدولة الحديثة، الأعياد القومية، الأعياد الخاصة بفرعون، يبقى احتفالات الجيش. لأن الدولة الحديثة كانت معروفة بأنها إيه؟ عصر المجد الحربي. تمام؟ إلى هنا أبنائي وبناتي نكون وصلنا إلى نهاية حصتنا. أتمنى نكون حققنا قدر من الاستمتاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.